إذا مش موجودة. حتى في هذا المحل أيضاً لم أجدها، هل تعرفون عن ماذا أتكلم؟ دقيقة واحدة. هذه نجلة مراسلتنا في تونس. خير؟ ألو زهرة. أهلا نجلة. زهرة، حبيت نسألك على هذه الشوكولا المرجان الجزائرية اللي عاملة ترانت. أولادي شافوها على تيك توك وعلى السوشيال ميديا فحبوا يذوقوها، يعني ما لقيتهاش، يعني لوشت في أكثر من محل في تونس مش موجودة. حبيت نسألك إذا تعرفي وين ممكن نلاقيها. يعني وطي صوتك يا نجلة، كريمة المرجان صارت ممنوعة في فرنسا، والله صارت أغلى من الماس وأندر من الكافيار على ما يبدو. يعني حتى في فرنسا مش موجودة؟ بعد أن أوقفت حال النوتيلا تدخلت السلطات الفرنسية ومنعت كريمة المرجان بحجة احتوائها على مادة الحليب البودرة، وبأن الجزائر ليست ضمن قائمة البلدان المسموح لها بتصدير الحليب نحو أوروبا. عجيب، لأن بودرة الحليب المستخدمة في كريمة المرجان مستوردة أصلاً من أوروبا. وكيف ممكن نلاقيها؟ شنو هو الحل الآن؟ والله صعب. أنصحك بكريم قندولي مراسلنا في الجزائر، أفتنا يا كريم. بالفعل يا زهرة، أصبح البحث عن علبة مماثلة لشوكولاتة الطلي المرجان أمراً صعب المنال، وقد لا يتحقق في كثير من الأحيان. هنا أيضاً في الجزائر انتقلت هذه العدوى وأصبحت الرفوف شبه شاغرة بسبب الطلبات المتزايدة على هذا المنتوج الذي غزا الأسواق الأوروبية بسبب مذاقه وشكله وأيضاً كل تلك الضجة الإعلامية التي خلفها في البلاطوهات خاصة الفرنسية. الشركة المنتجة اضطرت إلى توقيف عمليات التصدير مؤقتاً إلى خارج البلاد وتوجيه كافة منتجاتها إلى السوق الوطنية بعد تزايد الطلب، لكن استطعت أن أتدبر أمري وتحصل على 4 علب من شوكولاتة المرجان. 2 سأتركهما لي، 2 النجلاء في سفرية مقبلة إلى تونس سأجلبهما لك. المرجان هي العلامة التجارية لشركة سر سوبون الجزائرية، والتي بدأت عام 1997، وعلى مدار 27 عاماً تميزت الشركة العائلية التي بدأت صغيرة وأصبحت الآن كبيرة بفضل منتجاتها في مجال الحلويات والعجائن من سم وعسل ومسحوق للسكر. وعام 2021 وفي قلب جائحة كورونا ولدت شوكولاتة الطلي المرجان بكثير من الهمة والشان لتعبر البحار نحو العالمية.